القرار ايجابي جدا، يعني شحال حنا كنتسناو يقنوا هاد الدراجات الكهربائيه، مش حال هادي حيت دابا شحال واحد كيتمنى يشريهم ويسيركلي بهم، ولكن ما كاينش شي قانون اللي غادي يحميه من السيركيلاسيون في الطريق، وما كاينش شي نهار ما كيتسناش شي بوليس يوقف عليه باش يحيد عليه، ديما غاديين في خطر، ديما غاديين بالنوار. دولا دابا من داروا القانون الجديد ديال لاسيونس، يعني تقدر سيركيلي وانت البال هاني، ما كاينش شي بوليس يقدر يتكلم معاك، ما حد عندك لاسيرونس ديالك. ابار هاد القضيه كاين بيان سير لو ريسك، تي بروتيجي كونتر اي اكسيدون، يعني وقعت اي اكسيدون راه عندك الوراق باش تاسيري راسك، باش تعوض راسك بالخسائر الماديه بيان سير مع اي طوموبيل. اي واحد يدخل فيك دابايا تلقى باش تبروتيجي راسك، كما قبل شحال هادي ما كانش لاسيرونس، الا ضربك شي طوموبيل ما عندك ما تصور منه، ما عندك ما تتابع فيه، لاقاش انت غادي بواحد الدراجه كهربائيه ما فيها حتى شي ورقه، يعني ما عندك باش تتابع، ما عندك الوراق ما عندك باش تتابع. هذه حاجه ايجابيه جدا اللي داروها ديال لاسيرونس، وان شاء الله لاسيرونس ما غتكون شي حاجه كثيره، الناس ما يتوقعوش شي صوم كبيره ديال لاسيرونس، ما غتفوتش ان شاء الله واحد 500 درهم، حيت اصلا لي سكوتر الكتريك دايرين لهم 550 درهم، يعني لي ترونتينيت الكتريك غيكونوا قل، دونك هذه حاجه ايجابيه. وحتى بالنسبه للبيزنس ديالنا راه غادي يتحرك ان شاء الله، غادي يزدهر، يعني كل اي واحد غادي يبغي يشري اي ترونسبور الكتريك ولا عادي غادي ياخذ هاد لي ترونتينيت ولا ياخذ هاد لي فولو الكتريك، يعني يقدر دابا يسيركلي به والبال هاني واسيري راسو الحمد لله. بالنسبه للناس اللي جايين برا، هذا السؤال باقي مطروح، باقي ما عرفناش الجواب ديالو، يعني بالنسبه للناس اللي ما شانيش ترونتينات من هنايا، ما عندهمش الوراق ديالهم، يعني لي زوكازيون، باقي هذا السؤال ما عرفناش واش غيديروا معاهم. دابا الجديد مثلا غتشري راه مع اون فاكتور بيان سور، تقدر تاسيري بداك لا فاكتور. بالنسبه للوكازيون سي بانكو، واش غادي يديروا لهم شي اسيرونس ولا لا، كاين يديروا لهم اسيرونس على لو كور ديالو، على راسو، ممكن على لا ترونتينيت، اون سي با انكو. هاد السؤال باقي علامة استفهام، باقي ما عرفنا شنو غيديروا. بالنسبه للمواطنين اللي عندهم افكار ايجابيه على هاد لي ترونتينيت، على هاد الفيلو الكتريك، كنشجعهم يستمروا في هاد الطريق هادي، يعني راك عاونكم عارفين لافينير كله غادي يمشي اتجاه هاد لي ترونسبور لي فيكول الكتريك. بالنسبه للناس اللي كيعارضوا هاد لي فيكول الكتريك، خصهم يعاودوا التفكير، لعقاش المازوت وليسونس دابا راه غادي كيغلى، راكم عارفين الناس المسؤولين ديال هاد القضيه هادي راه دايرين ما بغاو، حنا غادي نعرضوهم وغادي امبوزيو الافكار ديالنا وبهاد لي ترونتينيت الكتريك. يعني انا بيرسونيلمون ما نقدرش ناخذ اي حاجه فيها المازوت ولا ليسونس بغير هاد لي ترونتينيت الكتريك، كنمشي فابور نجي فابور ايكونوميك، وحتى بالنسبه للسيركولاسيون ديالهم فيها واحد بليزير كبير بالنسبه لي زوتر فيكول، خصكم تجربوهم. الناس اللي عمرهم جربوهم وديك الساعه نتوما عطيو الفكره ديالكم من راسكم، غادي تقرر راسكم.